النهارده اول يوم في المواد المضافه للمجموع في امتحانات الثانويه العامه. يا رب كده نطمن على كل طلاب وطالبات الثانويه العامه. ونروح مع حضراتكم سريعا دلوقتي على الهواء مباشره مع زميلتنا جيرمين ابراهيم اللي هتوفينا كده ببدايات انطلاق امتحانات الثانويه العامه للمواد المضافه للمجموع ماده اللغه العربيه تحديدا. تفاصيل اكتر معاك يا جيرمين من امام مدرسه جمال عبد الناصر بمحافظه الجيزه، ونقول لك صباح الخير عليك يا جيرمين. صباح الفل. صباح الخير بسنت، وصباح الخير محمد، وصباح الخير على مشاهدي. صباح الخير يا مصر في كل مكان. بنتابع معاكم من قدام مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات في محافظة الجيزة، وبالتحديد في منطقة الدقي، استئناف امتحانات الثانوية العامة، وده بعد فترة توقف خاصة بعيد الأضحى المبارك. كانت البداية قبل العيد بامتحانات المواد غير مضافة للمجموع زي الدين والتربية الوطنية، لكن النهارده هتكون بداية امتحانات مضافة للمجموع بامتحان مادة اللغة العربية، واللي هيكون في تمام الساعة 9 صباحا، وهيستمر لمدة 3 ساعات لحد الساعة 12 الظهر. الحقيقة انه في على مستوى الجمهورية بيأدي اكتر من 745 الف طالب وطالبة الامتحانات في مختلف محافظات الجمهورية. مع البداية النهاردة زي ما قلنا لامتحان اللغة العربية، بتستمر الامتحانات لحد يوم 20 يوليو. الحقيقة انه يعني احنا رصدنا منذ قليل وصول السيارة والصناديق الخاصة بالاسئلة الخاصة بالطلاب، وبدأ الطلاب الحقيقة ان هم يوصلوا على اللجان. يعني حتى هنقول الامتحان هيبتدي الساعة 9، لكن الطلاب بدأوا يوصلوا من قبل الساعة 8 لدخول لجان الامتحان، ومشاعر مختلطة زي المشهد اللي تعودنا عليه كل سنة ما بين القلق والترقب ومحاولة الأهالي ان هم يطمنوا أولادهم قبل ما هم يدخلوا الامتحان. لكن كمان الحقيقة ان وزارة التربية والتعليم كان ليها دور غير الخاص طبعا بتنظيم الامتحانات، كان ليها دور ان هي تطمئن الطلاب بانه الأسئلة هتكون من بنك الأسئلة، وأكثر من 70% منها هيكون في مستوى الطالب البسيط والمتوسط. كمان أكدت الوزارة أنه تصحيح المواد أو الأسئلة الخاصة بالاختيار من متعدد هتكون إلكترونيا، أما الأسئلة المقالية هيتم تصحيحها عن طريق 2 معلمين، وفي حال عدم الاتفاق على تحديد الدرجة هيتم تصحيحها عن طريق معلم ثالث. الحقيقة أنه زي ما قلت الطلاب بدأوا يوصلوا من الساعة 8، لكن يعني فتح باب اللجنة رسميا هيكون من الساعة 8:30، والطالب يقدر ان هو يخش اللجنة الفرعية الساعة 9:50 علشان يكون عنده وقت كافي ان هو يكتب بياناته على ورقة الإجابة. الحقيقة كمان انه الوزارة اكدت على عدد من التعليمات لازم يتبعها الطالب علشان يؤدي الامتحان بكل سهولة وسلاسة من غير ما يواجه اي مشاكل، منها طبعا واهمها عدم اصطحاب اي هواتف محمولة، القيام بأعمال شغب ممكن هي تأثر على أداء الطلاب للامتحانات، إنه هو كمان يترك بياناته فارغة في ورقة الإجابة أو يكتب أي علامات تشير لشخصيته على ورقة الإجابات الرسمية. يعني كمان لما يجاوب على الأسئلة الخاصة بالاختيار من متعدد يختار إجابة واحدة فقط، لأن اختياره لأكثر من إجابة هيحرمه من درجة السؤال. كمان إنه هو ما يتأخرش عن الوقت المحدد لأداء الامتحان، يمكن مسموح فقط بالتأخير لمدة 15 دقيقة، لكن مع عذر مقبول يتم تقديمه لرئيس اللجنة. كمان الحقيقة أنه في محاولات وفي مجهودات مستمرة لمواجهة أي غش عشان يبقى في فرص متساوية لكل الطلاب، وفي الإطار ده أكدت برضو الوزارة أنه الورقة مزودة بعلامات فنية هتكشف عن هوية أي طالب هيحاول إن هو يسرب الورقة الخاصة بالأسئلة. بما إن إحنا في محافظة الجيزة فلازم نتكلم كمان عن استعدادات محافظة الجيزة، واللي بيؤدي فيها 87 ألف طالب وطالبة الامتحانات في 192 لجنة. فتم التنسيق مع رؤساء الأحياء ومدير الإدارات التعليمية لتجهيز كل المقرات الخاصة بأداء الامتحانات. كمان إنه بيتم تمهيد الطرق
المؤدية للامتحانات لسهولة وصول الطلاب، إزالة أي إشغالات أو أي مصادر ضوضاء ممكن هي تؤثر على الطالب أثناء أدائه الامتحان. في الحقيقة غرفة عمليات متصلة بالمختلف الجهات علشان يتم التعامل مع أي طارئ، وتأمين كمان لقوات الأمن في محيط اللجان. الحقيقة بنتمنى التوفيق لكل الطلاب في أداء المواد الأساسية في امتحانات الثانوية العامة. برجع لكم مرة تانية في الاستوديو. الشكر ليك يا جرمين على كل المعلومات دي، وكل التوفيق يا رب لطلابنا وطالباتنا النهاردة في الثانوية العامة. ربنا ييسر أمورهم كده إن شاء الله. والمشهد اللي بنشوفه كل سنة، تواجد الأهالي والأباء والأمهات أمام اللجان لغاية ما أولادهم يخلصوا امتحان، مشهد بيعكس قد إيه في حالة كده من حالات السند والدعم اللي بنشوفها، وجمال الأسرة المصرية إنها مش عايزة تسيب ابنها أو بنتها وهي بتمتحن. ده ممكن يكون ضغط شوية عليه، لكن برضو أهالينا بيحبوا يطمنوا على أولادهم في لحظة مهمة جدا بيمروا بيها في حياتهم الثانوية العامة. ربنا معاكم يا رب، ويعني أهم حاجة تكونوا عارفين إنه أي حاجة هتطلع من النتيجة إن شاء الله ده خير ليكم، وإن شاء الله تعملوا كويس قوي.